عايزين نتكلم مع حضراتكم على خبر من الاخبار اللي استجدت ومن الاخبار الحلوه، فكره النجاح عموما تبقى فكره لطيفه جدا وتستحق القاء الضوء عليها لما يكون النجاح ده يخص واحد من الكوادر المصريه المهمه، القيادات الرياضيه، رؤساء الاتحادات المصريه، لما بيعملوا شغل هايل في مكانهم الموضوع ممكن يتصاعد معاهم بعد كده، وقد كان وده اللي حصل بحذافيره. عايزين نعرفكم ان قرر الاتحاد الافريقي للتايكوندو برئاسه ادي ايزاكا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، قرروا تعيين المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي مستشارا لرئيس الاتحاد الافريقي. القرار ده جه طبعا بعد قياده المستشار محمد مصطفى للاتحاد المصري بمنتهى الجداره والامتياز والكفاءه الحقيقه على المستويين الوطني والدولي، مما يجعل الحقيقه شغله لهذا المنصب المستحق فعلا امر منطقي جدا وطبيعي وسط مجتمع التايكوندو الافريقي. بنتمنى له كل النجاح وكل التوفيق، ولازم نبارك له هو شخصيا وهو منورنا على التليفون سياده المستشار محمد مصطفى، وفرصه نتعرف منه على ابعاد هذا القرار. سياده المستشار صباح الخير على حضرتك ومليون مبروك يا فندم، اهلا بيك. اهلا اهلا، صباح الخير على القناه العظيمه والنادي العظيم، صباح الخير على الاعلاميين المتميزين صديقي كريم بيه والاستاذ نقوان. ربنا يخليك، اهلا بيك، صباح الهنا عليك يا فندم. سعداء بهذا النجاح والحقيقه ان هو نهايه منطقيه جدا للشغل الهايل اللي حضرتك قمت بيه طول الفتره اللي فاتت. حضرتك استقبلت القرار ده ازاي، تعيينك مستشارا للاتحاد الافريقي؟ يعني بشكر حضرتك على المقدمه الهايله، يعني ده عهدنا دايما بحضرتك بالقناه الكبيره قناه النادي الاهلي. والله هو ده يعني حاجه يعني تحسب للتايكوندو المصري. ممكن نعلي الصوت شويه يا جماعه بعد اذنكم؟ دي حاجه الحمد لله تحسب للرياضه المصريه وللتايكوندو المصري والمجلس الاداره وكافه المنتمين لمنظومه التايكوندو المصري عندنا. يعني احنا الحمد لله كنا على قدر من المسؤوليه في تقديم بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي وبطولة مصر الدولية تبع التايكوندو في فبراير الماضي، كانت طبعا تحت رعاية رئيس مجلس وزراء مصر وبحضور تشريف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان موجود فيها كل رؤساء الاتحادات الإفريقية العربية، بعض رؤساء الاتحادات الآسيوية والأوروبية، رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي كان موجود. فشاهدوا التنظيم المحترم والمحترف واشادوا بيه وقالوا ان دي كانت بطوله عالم. نتائجنا الحمد لله وطريقه الاداره في الاتحاد والاعمال الحمد لله الاتحاد المصري للتايكوندو بوزيرها في الوسط التايكوندو الافريقي لاول مره كان ليها برضه بصمه كبيره جدا في، يعني يتم الحمد لله ترشيحنا لهذا المنصب الرفيع. هو مستشار رئيس الاتحاد الافريقي زي ما اتفضل، وده حاجه يعني من المناصب الرفيعه وانا كنت في من دوره وانا عضو مجلس اداره كنت مستشار قانوني، ولكن حاليا الحمد لله الاتحاد الافريقي برئاسه السيد ايدي ساكن رئيس الاتحاد الدولي زي ما اتفضلت وقلت قرروا بالاجماع تعيين مستشارا لرئيس الاتحاد الافريقي، ودي بتضع مصر في مكانتها يعني الطبيعيه في الرياده الرياضيه الافريقيه على مستوى القاره. اسمح لي برضو يعني طالما ان انا بتشرف بوجودي في القناه الكبيره قناه النادي الاهلي نعمل سبق كده وخبر انفراد للقناه ان اتبع هذا القرار، قرار من الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس الاتحاد المصري وهو شخص متواضع يعني في مشرفا فنيا على بطولة افريقيا للكبار، وده الحدث الاكبر والاهم في القارة الافريقية اللي هتقام باذن الله تعالى يوم 5 ويوم 6 نوفمبر بعد ايام، وهيشارك فيها باذن الله منتخبنا اللي هيسافر ويغادر النهارده مساء القاهرة متوجه الى ابيجان عاصمة كوت ديفوار للمشاركة في البطولة، وهتبقى دي من اشرس واقوى بطولات افريقيا لان هي جي 4، فيعني اي ميداليه فيها لاعب صنف افريقيا اعتقد ان هو كده هيحط قدمه اليمنى يعني في اولمبياد باريس 2024، يعني شبه بطوله مؤهله باذن الله للمصنف. كلام محترم جدا. طيب يعني احنا اولا عايزين نحتفل بقى، احنا قلنا خبرين حلوين من حقنا بقى سياده المستشاره، ووش البرنامج حلو على حضرتك يعني لازم طبعا نعترف طبعا دي حقيقه.
طيب انا عايزه اروح مع حضرتك، لان يعني منصب خلينا نقول طبعا مبروك عليه، لكن وراه مسؤوليات ضخمه خلينا نقول برضو. ايه اللي هيتطلب من حضرتك الفتره القادمه في فكره هنا كمان وضع خطه تطويريه للاتحاد الافريقي في هذه اللعبه تحديدا؟ هو كلام حضرتك مظبوط، والايميل اللي جاي من الاتحاد الافريقي يقول كلام محترم جدا وكلام عظيم جدا جدا، حاجه يعني تشرف اي مصري منتمي لوسط التايكوندو. الكلام اللي كان يعني موجود في الايميل، طبعا مستشار الاتحاد الافريقي هو يكلف بيتدخل في كافه الشؤون اللي بتسند ليه من قبل رئيس الاتحاد الافريقي على مستوى كل الملفات، على مستوى اللوائح، على مستوى النواحي التنظيميه، النواحي الاداريه، على مستوى التخطيط. وهو الراجل مقتنع جدا جدا بدور مصر، ومقتنع بافكارنا وبالحاجات الكويسه المحترمه جدا اللي احنا قدمناها على مستوى الانجازات العربيه او العالميه زي بطولات العالم في مدار السنتين الحاليين او على مستوى افريقيا. فهو كمان يعني في كلامه ان هو بيتطلع فعلا ان هو يبقى فيه الخبرات بتاعه الاتحاد المصري، وان احنا نعمل حاجه قويه جدا لكل الاتحادات الافريقيه، وهي 52 اتحاد. 52 اتحاد افريقي هم اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد، 52 اتحاد في افريقيا هم اعضاء الاتحاد الافريقي. وطبعا ده هينعكس كمان على الجمعيات العموميه للاتحاد الافريقي في الفتره الحاليه. صحيح. جميل. يعني ان شاء الله نعمل حاجه كويسه باذن الله معاهم، ونظهر الخبرات باذن الله داخل اروقه الاتحاد باذن الله. برضه فرصه وحضرتك معانا، عايزين نعرف منك بالنسبه للاعبين المصريين، احنا عندنا كام لاعب يعني تم حسم تاهله حاليا للاولمبياد؟ احنا طبعا حضرتك بالنسبه لنا كلاعب ليها يعني رولز معينه، فاحنا تقريبا كل شهر ونص بنلعب بطوله من محطات التاهيل، وهي بطوله الجائزه الكبرى مع طبعا بطوله العالم اللي اقيمت في اذربيجان في يونيو الماضي، وبطوله العالم الاداء اللي كانت في الثاندر 2020 في المكسيك. ف احنا حاليا اقرب حد للتاهل عندنا البطل بين بطل العالم سي فايز، وهو بيحتل المرتبه الثانيه في التصنيف الاولمبي والعالمي، وان شاء الله مشارك في بطوله افريقيا باذن الله تعالى. زي ما انا يعني قلت لحضرتك من شويه، هم مبادرين النهارده بالبيت، ويا ربنا يكرمنا بميداليه للولد، وان شاء الله نعلن تاهله في الاولمبياد في باريس. الباقيين احنا عندنا بعد كده باذن الله يبقى عندنا اول لاعب كمان ولاعبتين، دول اللي احنا بنسعى لتحسين تصنيفهم الدولي من خلال المشاركات والنتائج الدوليه بتاعتهم، وان شاء الله نتاهل بيهم من البوابه السمراء بقى القاره الافريقيه في الصفات الافريقيه ان شاء الله نطلع 2024 باذن الله تعالى. كل التوفيق سيادة المستشار، ونبارك لحضرتك مرة ثانية. شكرا لك جدا سيادة المستشار محمد مصطفى.